مرحبا. في هذا عاد هون؟ عاد يقعد هون؟ أكيد عادي ولا؟ طول إيه؟ طول؟ أنا بدي أدرس. طول لا في طولات. إيه؟ في طولات. لا بس بحب أقعد مع ناس مثل كذا. ناس إيه؟ شنو أخذ؟ ما عاد يعني ندرس أنتم تدرسوا. بس يعني أوطوا صوتكم شوي بس عشان ما تزعجوني يعني. كمان. إيه؟ كمان. مو عادي في طاولة هون لو بدك تروح تقعد. برا جد. أنا بحب دائما أقعد على هاي الطاولة هيك يعني هيك الجو هون بحسه إلي. شو رأيك توب؟ ليه؟ شو رأيك توب؟ ليش؟ مصلحتك والله. كيف يعني مصلحتي؟ يا الله شو بدك تسوي؟ بدك توب ولا بدك توب؟ إيه؟ بدك توب ولا بدك توب؟ لا أنا بحب أقعد هون على هاي الطاولة. شايفنا عجيب؟ إيه؟ مش شايفنا عجيب؟ طيب بس أنا هاي الطاولة بحب أقعد عليها. تفضل. لا إذا بدك تقوم أنت عادي أنت بتقدر تقوم. خلصني والله ما فاضي. ليش؟ خلصني والله ما فاضي. طيب أنا بس تقعد هون يعني. ممكن أشرب مي طيب؟ لا. ليه؟ هيك خلص زنخ. ليش؟ زنخ أنا زنخ. بعدين ما إيه؟ شو بدك؟ إذا بدي أدرس أعطيني كتبي. أعطيني كتبي. فيش كتاب. ليه؟ عندك هالورقة؟ إيه. ما عندك ورقة فاضية؟ بدي ورقة أكتب عليها. عنك عنك. لا أحتاج. 41,000 death rates. Human population projections. If the age structure for a population is combined with data. لا يعني هيك زيادة. إيش؟ إيش يعني؟ دركت. صوتي حالي؟ لا واطي كثير. طيب عادي احكي لي انا بوطي صوتي. اه جد؟ اه. ليش؟ بعدين عادي بتقدر تقعد هناك. لا والله انا هلا بلشت اشوف هالقاحة. جد؟ اه جد. انا بحب يعني اقعد مع ناس دائما هيك بدالي. بس انت بحب اقعد لحالي. عادي يكون الكتاب قدامك مش ضروري تقدم الكتاب هلا تقعد تقرا بصوت عالي. بظن. اه انا مضايقك يعني. طيب احكي لي عادي برجع الكتاب. يعني انا مش فاهمة واتس يور بوينت. ايش؟ عاد اشرب مي؟ لا. ليه؟ هيك عطشان؟ لا ما عندي امتحان الساعة 4 بدي اشرب مي. مش مشكلة. عاد اشرب عادي؟ لا مش عارف. انا هيك رود. بسألك قديش اشتريت اللابتوب؟ مو انا اشتريته مش تبعي مش فاكر مش تبعك؟ مش تبعي. السلام عليكم. السلام. انا بحبك يا عمري. في مين انت؟ انا بحبك. مين انت؟ والله ما بعرف. بحب صلعتك. ابعدنا مين يا زلمه؟ أفين؟ يعني ممكن ألم؟ ألم ألم في معوش ألم شكرا. اسمحني بس توطي صوت الأغاني شوي عشان بدي أركز. بس أنت كمان شوي وطي الأغاني. مش حط أغاني بس شوي عشان مش بسمع صوت ومش مركز. لا مش شوي أغاني. بس شوي وطي. Don't finish business. طيب الديسشارج هون طلعنا 2000 طلع 2000 مضروب 20 طيب 2000 20
في شيء؟ في شيء؟ ليش عم تضحكوا؟ أنا بيعرف بلمنا شيء. معلش لو سمحت ما تضحكوا بس بدي ركز شوي. إذا بدك في طاولة فاضية يعني. ها؟ في طاولة فاضية إذا كنتم متزوجين. لا بس أنا متعود إني أقعد على هاي الطاولة. طيب بدي أستعيره. ما أقدر. ليش؟ لا مش تمام. أنا محتاج والله لابتوب. عندي امتحانات جاي فاينلز فهمت علي كيف بعد أسبوع. فاهم إنك صعب. إنه إحنا طلاب برضه. طيب بس يعني أنت سعودي وأنا أردني، الأردني ما معه فلوس فهمت علي كيف؟ السعودي معه فلوس أكثر. أنت كذا ما أخذ الفكرة؟ ولا؟ أنا مش سعودي أول شيء. من وين؟ سكان أنا من إريتريا وسكان سعودي. طيب يعني سعودي. كذا أنت عندك فكرة تصور. تصور جدا خاطئ ترى. ولا عنصرية واضحة. عنصرية إيش يا زلمة؟ الكلام هذا ترى جدا جدا غلط واحد ما يمكن يتكلم. أنت زعلتك عشان دخل منك اللابتوب يعني؟ لا أبداً أنا ما عندي مشكلة بالعكس أنا جداً متعاون بس ما يعني ما بدك تعطيني اللابتوب؟ لا حرام عليك يا زلمة. خليني أخلص شغلي لو سمحت. مضايقك شكلي. بدأت تضايقني. أنا ترى بحب يعني بحب كثير كثير بحب السعوديين. أنا مش بس سعودي. طيب أنا بحب يعني بحب كل العالم يعني فهمت علي كيف؟ بس أنا خلص الأردني زيك من الأردنية فهمت علي عشان هيك أنا حابب أقعد معك. انت جيت لشخص مشغول لا يشغل. مش فاهم عليك مرة تانية. انت جيت لواحد مشغول والمشغول لا يشغل. مرة تانية كيف؟ ممكن تخليني اخلص شغلي؟ انا اكبر منك بكثير. قدي عمرك يعني؟ ايش ما تزيد عليك 5 سنوات اقل شيء. 26 يعني؟ 27. تشرفنا. حبيبي كل الاحترام. نفسك. قدها. والله قدها. حبيبي الله يكرمك. حاليا انا جدا مشغول انت جيتني في وقت بدل ضايع شو بنلعب مباراه بدك تخلص وانا مش فاضي صراحه انا راح احبك حياك حبيبي بس مو وقتك شكلي زعلتك والله ليش رد عليه ولا والله اني متونس معك صراحه طيب انا ترى جدا متاخر لو سمحت قل لي والله بساعدك انا ترى سنه رابعه انجليزي يعني هذا كله مكتوب بالانجليزي بساعدك ما راح تساعدني هذا هندسه ما هو انجليزي طيب شو الهندسه انا يعني شايفك انت كثير مهموم بالريزلتس فما علي كيف انا بدي اساعدك عشان اقدر اخذ اللابتوب واروح ما راح اعطيك اياه ترى في كاميرا خفيه انا قلت كذا برضه حبيبي والله حبيبي والله كده مات كل شيء بس بدي ادرس الله يحفظك كبر خفية طبعا نمزح معك في كاميرا خفية هناك نسوي سوشيال اكسبيرمنت نيجي حلها ونضايق الناس اوكي حسيت باي ذا واي بمزح معكم في كاميرا خفية هنا ما رديت الرياكشن اللي بدي اياه بديك تعصب علي بتسوي سوشيال اكسبيرمنت بس على حك مش حلوه بمزح هي اسمها